وصفة الفول من أبسط الوصفات اللي ممكن نحضرها بالبيت، بالإضافة لقيمتها الغذائية العالية جداً. طبعاً اليوم رح نحضر هالوصفة بشكل سهل وممتع وبسيط باستخدام منتجات الدرة. الفول الشامي. زيت الزيتون على النار، رح نقطع حبي من الطماطم والثوم بشكل ناعم، رح ضيف البقدونس مع الثوم، رشي من الكمون ورشي من عصير الليمون، ونحرك على النار. رح استخدم فول الدرة الحبة الكبيرة. بعد ما تغلي بتكون صارت عنا الخلطة جاهزة، رح نقدمها ونزينها بالطماطم ورشي من البقدونس، ورح ضيف الزيت على الوجه، وصحتين وعافية.